الانتهاكات الإيرانية من جهة والتركية من جهة ثانية على الأراضي العراقية، وهذه بدورها تمثل يعني تحديا كبيرا أمام السيد السوداني. كل يصرح كما تعلم أنه يريد عراقا مستقرا. هل تستقر البلاد دون الوفاق الإقليمي؟ هل تمتلك الحكومة الحالية الأدوات اللازمة لإظهار العراق عراقا أو رقما واحدا موحدا بعيدا عن التقسيم لتوحيد الخطاب السياسي بطريقة أو بأخرى؟ اللغة الدبلوماسية والشعر السياسي سهل، نريد عراق مستقل، نريد جيران كذا وكذا، لكن نتحدث من سياسة واقعية. العراق لمصلحته أن يكون هناك نظام إقليمي يضم إيران ودول الخليج وغيرها كي نحل مشاكلنا سلميا، لكن هذا النظام الإقليمي من الصعب تحقيقه بسبب التنافس الإيراني العربي الواضح بمحاولة إيران إصرارها على أن تتمدد بالمناطق كلها بحجة محاربة إسرائيل. هذا الوضع كله يضع المنطقة كلها على كف عفريت، وكل دولة تفكر بمشاكلها وليس كيف تنقذ العراق. وأقول بكل مرارة، ليس هناك من يمد إيده لمساعدتنا، وإنما سيساعد نفسه. إحنا نريد نعرف من السيد السوداني أن يعرف أن فرصه محدودة، ومن يتربص به، والآن ونحن نتكلم جماعة الإطار تدعو إلى قيام تظاهرات ضد السفارة الأمريكية، تطلب منها عدم التدخل بالشأن العراقي. هذه المهازل يعني اللي واضح هم مستندين على إيران ولكن ينتقدوا أمريكا. هذه كلها للضغط على السوداني وجعل أيام صعبة. ومنها المنطلق بتقديري، الورقة اللي أنا أنصح بها هو أن يهيئ نفسه السوداني لانتخابات قادمة، قبل لا يقع بالغلطة اللي وقع بها الكاظمي أن جرت وضعه بدون أن يهيئ قاعدة شعبية حقيقية. باعتماد المطلق على السيد الصدر أفشل خططه كاملة والصدر بانسحابه. الآن السوداني أن يجد قاعدة شعبية تمتد. وأقولها، هناك فرصة، هناك تحول كردي. كيف نحول القيادات الكردية من خصم قومي إلى حليف وطني؟ وأعتقد هناك قناعة كردية أن الطرح القومي الكردي يرتكب نفس أخطاء الطرح القومي العربي، شعارات جوفاء ولكن غير واضح أي محتوى حقيقي. إذا استطاع السوداني أن يخلق تحالفات وطنية ليس طائفية أو شيعية وسنية، هذه تكون قاعدة لدخول الانتخابات في كتلة حقيقية، ممكن أن يبرز رقم جديد. هذا ما يتطلب فقط من السوداني المبادرة، وأنا مطلوب من القوى السياسية الأخرى بدل ما أن تقف متفرجة وفقط تنتقد أن تبادر.